ايه يا ابو حميد، لسه متضايق ولا ايه؟ يا عم روق، اللي حصل حصل. انا عايزك تركز امتحاناتك، الفتره اللي جايه دي مهمه وكلها كام يوم، واسمك واسم ابوك هيلعلعوا في السما، فاهمني ولا لا؟ يا حوب، انا مش عايزك تلاقي، ما تخافيش، انا مش نسيك، والبرنسيسة بتاعتنا كمان. يا نصر، ما بتاكليش ليه؟ قالوا انا اللي جاي بجري، وقلت احسن تاكل منابي ولا حاجة. وانا عمري جيت عليك يا ستي ولا تيجي؟ تعالي براحتك، انا مسامح. وبعدين كله يهون عشان خاطر ابو النصر. انتوا مالكوا في ايه؟ ده النهارده حتى جاي لكم بحكايه هتقلب البيت. سك على حكايتك يا سيد، انا اللي هحكي النهارده، ما تقلقش، برضك هتقلب البيت. من يجي 40 سنة كان في راجل وست ماشيين ايديهم في ايدين بعض، خدوا عهد محدش يخطي خطوة غير لما التاني يخطيها معاه، بنوا بيت وحلفوا يملوه بالعيال، لكن الدنيا استكترت عليهم الستر، خدت الراجل حطيته في سكة فضل ندمان عليها عمره كله، وكان بيصبر نفسه يا عيني، يقول اه عشان خاطر العيال تهون. وبعد شهور الست راحت وفضلت العيال. وايه لازمته الكلام دلوقتي يا نصر؟ طلع منهم راجل وست بس اخوات، برضك عهدوا بعض على انهم يربوا العيال ويشيلوا بيت ابوهم على ظهرهم وما يشتكوش، ولا حد فيهم يجور على التاني. الست ضحت بعمرها كله عشان كلمة، والراجل نسي كلمته وخد كل حياته من دماغه. بعدها لك يا نصر، رايح بالكلام على فين؟ وأول ما فكر يدوس داس عليها، كسر قلبها ويقدم فرحتها، قتل جوزها. وطبطب عليها وإيدي متلطخة بالدم. مش كده يا ابن ابويا؟ ولا أنا غلطانة؟ قتلت عبد الحليم يا سيد؟ جبت الكلام ده منين؟ ترد عليا، قتلته ولا لا؟ حصل. يا نهار اسود، انت فعلا قتلت يا سيد؟ بتقولها كده يا سيد؟ ولا همك ولا عايز تقول لا؟ ده اللي بيخلق فرخة بيخاف على صاحبه. كنت اكذب، يمكن كنت صدقتك يا اخويا. ما انت خلاص صدقت يا نصر، اديت ودنك للي بلاها، للي عايز يهدينا. ده انت حتى ما اديتيش نفسك فرصة تسمعي انا عملت كده ليه. ليه؟
قتلته عايزني استنى ليه؟ ايه الكلام ده يا سيد؟ مش عايز اسمع كلمه من حد، وكل واحد يحط لسانه جوه بوق. الحوار ده بيني وبين اختكم نصر محدش ليه فيه. جاريه نصر، هو انا كنت عمري بلطجي ولا قتال قتله؟ انا قلت لك من زمان انا ممكن اعمل اي حاجه صح او غلط، بس البيت ده يفضل واقف على رجليه، والعيال دي تربى احسن تربيه. ودمه بقى هو اللي هيسند البيت ويقومه يا ابن ابويا. هو اللي كان هيهده يا نصر. ليه عمل ايه؟ فضل ماشي ورايا، قعد يعس لحد ما يعرف سر ابوك. بيسهبنا يا نصرة؟ يا ينولك؟ يا تربقف في دماغنا كلنا؟ سر ابوك يعني ايه؟ انه تاجر مخدرات يعني؟ ولا انه لسه نصرة؟ ما تخليهاش تغيب منك. الا ابوك، انت فاهمه ولا لا؟ هيا، ما انت كمان تاجر مخدرات وكل الناس عارفه. سيبهولي خلاص كده، ارتحت هديت يا اخويا. ما انت واخد الواد بتشغله في الزفت اللي انت بتشتغل فيه. انت مين اللي بيقولك الكلام ده؟ مين اللي عايز يوقع ما بيننا؟ مين اللي عايز يهد البيت ده على دماغنا يا نصر؟ البيت اتهد يا سيد خلاص، من يوم ما قلبك طوعك تقتل، من يوم ما كرهت الحلال ومشيت ورا الحرام واكلته للعيال دي لحد ما بقوا كده. قتله مخدرات؟ ما كانش عاجبك بطة يا سيد؟ ما كانش قد المقام هي؟ أنا عايز أعرف، أنا ما كنتش سمعت كلامك وطلقتها، أنت كنت هتعمل إيه؟ كان هيقتلها طبعًا، ولا ممكن كان يقتلك أنت كمان. معقولة يا سيد؟ اللي اتقال ده حقيقي؟ اخويا انا يعمل كل ده؟ يا شيخه فوق انت كمان، انت ايه اللي خليكي قاعده مستنيه في باكابورت اللي احنا عايشين فيه ده؟ واحد قتل قتله والتاني متجوز لي واحده شمال، وانتي انتي ضايعه والكبيره لسه فايقه دلوقتي. انتي تسكتي خالص، ما انت زيك زيهم، ما انتوا منتينا واحده. انتي مش بعت اختك قدام الناس كلها؟ ماما انت تلاقيك مش عارف، الهانم بعتها على الهوا وفضحتها لحد ما عرتنا قدام الناس كلها. وانا مش حاجه تفضح ولا تريح، ما تشوفوا نفسكم بلاويكم الاول. ما تخرسوا بقى. لا مش هنخرس، جه اوانه ولازم الكل يعرف. اختي اللي مش فارق لها غير نفسها وبس، واي حد يتحرق من بعدي، والدكتور اللي مش دريان بالدنيا وراح يتجوز لي بطه، دي حاجه ما تعرش يا دكتور؟ ما عرتناش. وانت يا نصرة يا غلبانة يا مشيلانة همك واللي حصل لك طول عمرك كأننا احنا السبب، ولو اي حد فينا عمل ربع اللي انت عملتيه كان زمانكوا دابحينه دلوقتي. واخونا الكبير اللي جاب لنا الشر لحد عندنا وقعده. مخدرات؟ مخدرات يا سيد واكل كمان؟ طب ليه؟ ده انا على كده ملاك جنبكوا بقى. عاجبك كده؟ انت مش كنت جاي تقلب البيت؟ اهو اتقلب اهو. احنا ازاي كنا عايشين معاك في بيت واحد كل ده؟ رد عليها. ازاي كنا عايشين معاك في بيت واحد كل ده؟ وحشتني وحشتني يا حبيبي، اتفضلي على السلامة. سيبتي والنبي ما تزعلي مني. ما اقدرش ازعل منك، فرحت قلبي بجد عندك يا اخويا. مين اللي عمل في كده؟ انت مين؟ مش زعلان منك. زعلان عليك؟ لا مش قلقان، انت ما تخافش عليكم، بس انا قلت اقول لكم على اللي جوايا. هترد يا معلم سيد؟ انت مش طول الوقت كنت عايزنا نبقى راجل واجه الناس؟ اتفضل واجهنا بقى.
والنبي اوعى تقول كان عشانكو جو ده. خلاص نغمة التضحية دي بقى دمها تقيل قوي. ده احنا حتى ما شفناش خير من البيزنس بتاعك ده. ليه يا سيد؟ قول لنا عملت كده ليه؟ ما تقول لهم يا ابن ابويا. خلاص؟ خلصتوا؟ طرشتوا الكلمتين اللي كانوا جواكم واجعينكم؟ فجأة كلكم طلعتوا مظاليم وملايكة. وسيد هو اللي ابن كلب شيطان مش كده؟ سيد هو اللي خلاكم تفرموا في بعض. سيد هو اللي كان بيجيب الحرام ويبلعه لكم بقكم بالعافية، صح؟ بس أنا ما كنتش كده. أنا كان عندي حلم وكنت مصدقه، ومن كتر ما صدقته ضحك عليا. بس مش هو بس، البلد كلها ضحكت عليا. لما سافرت ورفعت اسمها في السماء، وممكن اتدفنت في الأرض ومش لاقي سرير في مستشفى، خد أمكم وادوني 400 جنيه. كنتوا عايزيني ساعتها اعمل ايه؟ اخد احمد اخوكم من ايديه واعلمه صنعه؟ ولا انت واختك تاخدوا الدبلوم وتستنوا عدالكم؟ ولا انت يا نصر كنت عايزاني اجيلك كل يوم الصبح تديني مصروف في ايدي قبل ما اخرج من باب البيت؟ مخدرات؟ اشتغلت في المخدرات واوسخ منها كمان. عملت كل حاجه في حياتي اللي تتخيلوه واللي ما شفتوش في حياتك قبل كده. قتلت جوزك يا نصر؟ اه. وقادر اعملها مره واتنين وتلاته كمان لو حد وزنه شطانه فكر يأذي حد منكم. بس انا ما عملتش كده لوحدي، مش بقول لكم ان انتوا السبب، بس بصة الخوف اللي في عينكم من بكره هي اللي خليتني اتغاب على الدنيا عشان احميكم منها. محدش يلومني ولا يعاتبني. اخوك سيد مش شيطان، ولا انتم ملايكه. انا كل اللي عملته ده عشان بيتي يفضل واقف على رجليه، واي حد فيكم شايل مني او شايل من اخوه اعتبرها عركة وعدت. اللي اتعور اتعور، واللي مات مات. بس بقولها لكم لآخر مرة، البيت ده من غيرنا هيروح. طب والله براوة عليك يا ابو صلاح. صحيح كل فولة وليها كيال. شوف انا بحرب ورا بسلامته ده بقالي قد ايه ومش عارف اطوله، وانت بكلمة منك تجيب رقبته ومن غير ما تسمي كمان. لا بس عدالة بجد، عدالة حكاية جوز اخته اللي شيعه ده. كان فاكرني ساين سر خوفه هيبة، ما يعرفش ان مراعي حب وكرامة العيش والملح. معلش بكره يعرف مين هو صلاح سلطان. صحيح سدي الليل حرس من عدوك ايرات ومن صاحبك 44. قاعد اقول لك يا معلم، انا ما ضربتوش في ظهره الا ما هو صدرهولي. خليه بقى يدوق عمايل ايده. بكره الدنيا هتتقلب على نفوخه لما تسرسب لي انت حكايه في الثانيه في الثالثه من دول وتفضفض لي اللي في عيبك كله. كفايه عليك حكايه عبد الحليم دي، هتوقعهم في بعض. طب ما تعرفش اصلك سيد؟ لو خسر نصرة يبقى خسر الدنيا كلها. ماشي ماشي يا ابو صلاح،
بس انت بقى وحش من النهارده معايا، ايدي في ايدك نشق السوق، وصاحبك لسه بيتطوح من الكف اللي خده. عليا الحرام يا ابو صلاح لا اجيب لك حقك منه ربع ومستربع في قعدته. لا حقي مالكش فيه، انا كفاءه اجيبه بدراعي. انا عايزك تركبني السوق زي ما ركبته، عايز ابقى زي فهمتني يا معلم فودة؟ فهمتك يا ابو صلاح، وهيحصل كده بقى. اتفقنا. أنا عارف إن الوقت تقيل المرة دي، بس ورحمة أمك اللي شايفه في عينيكي أصعب من اللي أنا حاسه بكتير. خلاص يا سيد، قلبي عمره ما هيصفال، مش عشان خرجت منه، لأ، عشان هيشاك جواه وده أصعب. قلبي مليان بسيد اللي ظلمني وسود دنيتي. مش فاهم انت جبت القسوه دي منين؟ تتبعني وتقول جبت القسوه منين؟ ده مش لسانك اللي بتتكلمي بيه. فين نصر اللي طول عمرها كانت مضلله علينا؟ ماتت. ماتت وعقدت كفنها بايديك. اللي قدامك دي واحده تانية ما تعرفهاش. بس ورحمه كل اللي راح مني بسببك. اللي عرفها لك وقريب قوي. ماشي. قولي اللي انت عايزه تقوليه، انا حاسس بيكي. بس بعد ما تهدي هتفهمي كل كلمة أنا قلتها لك. قبل ما ترجع كنا عايشين متداريين من الدنيا، لا عارفة طولنا ولا بناخد منها أكتر من اللي عايزين. لما رجعت وقفت في صفها، بدل ما تحمينا دست علينا على قد ما تقدر. يا ريتك يا شيخ ما رجعت. عايز انا امشي نصرة، عايز انا امشي واسيب بيك جدلة. والكفين دول هيتنوا وراها لحد ما ترضى بيه. انا هرش فوضى كويس، عيب ده عشة عمر. وبعدين لما اخذها ست الكل اللي بيعك ما تلمشيش ناحيته تاني، خلاص خلصنا. ده مهما كان جوزي يا طيب، وبعدين في عمر عدى بينا اسيبهولها كده؟ الله، مش هو اللي لف عليها وسواد القلب هو اللي في بينهم لمؤاخذة؟ سيبهولها، خليها تشبع بيه. وبعدين هرش فوضى بيفكر ازاي؟ هو مش هينفع ينتقم من بخارست الا عن طريق نصر اخته. هو كده بينتقم منه؟ ولا بينتقم من سلوى اللي وقفت جنبه السنين دي كلها وحاجت عليه؟ رجاله ناقصه. طب ايه يا ست الكل؟ هتفضلي قاعده كده حاطه ايدك على خدك وهي قاعده متهنيه بيه ودافيانه في حضنك، وانتي انتي دلوقتي حضنك بردان؟ على الطلاق ما ينفع. فكري يا ست الكل، فكري وقلبيها في دماغك صح، وامشي في طريقك. انتي تستاهل احسن من كده بكتير. اسمع كلام الطيب. أنا ماشي يا نصر، بس هفضل هنا عشان البيت ده كله طلع على كتافي، وكل طوبة فيه كان شايل حاجة كانت بيني وبينك. أنا عارف إن قلبك مغبر من ناحيتي دلوقتي، بس بعد ما هتصفي وهتروي هتفتكري وتفهمي.
عشان تعرفي ان كلامي لازم يتسمع ويتنفذ. حلقتك محققه اعلى ريتنج مشاهده على التلفزيون واليوتيوب، ومن ساعتها الاعلانات جايه بارقام خياليه. مش مبسوطه؟ لا مبسوطه قوي، بس يعني لسه مش مستوعبه كويس اللي بيحصل. ودي كلها مجرد البدايه، واللي جاي احسن بكتير. مفاجاه. زي ايه بقى؟ من النهارده البرنامج هيبقى بتاعك لوحدك، وهيبقى لك فريق اعداد ليكي وبس. هنغير شويه في الكونتنت، بس هيتعرض في البرايم تايم. يعني باختصار هيبقى اهم برنامج عندنا في القناه. انت بتتكلم بجد؟ ازاي؟ وجانا وميز؟ مالكيش دعوه بحد. من هنا ورايح ما تفكريش الا في نفسك وبس. بس معقوله يعني كل ده من اول حلقه؟ ويا دي اي حلقه؟ دي هيت، دي قضيه راي عام، وظهورك انت واختك عمل دراما، والناس بتحب الدراما، بيتثبتوا قدامها. انا مش عايز اي حد من هنا رايح يوقفك او ياخرك عن مشوارك. من النهارده مش عايزك تفكري في حاجه لنفسك ومستقبلك. ساعتها الناس كلها هتبص لك وتجيلك لحد عندك. جراي يا اختي، هو انت هتاخديني بالصوت؟ لا كله ليونيا، ده احنا طول عمرنا عبينا في عب بعض، واللي يجري عليك يجري عليا. في ايه يا ولية؟ انت شايفاني بعد في الارض ولا طايحه في الخلق مستنيه اللي يردني؟ يا ريت يا اختي، يا ريت كنت طايحه في الخلق، كنت طلعت الكلمتين اللي جواكي واستريحتي، لكن انت فضلتي شايله جوه قلبك لغايه ما الحسره كلت فيكي وعملت منك واحده تانيه. واحده تانيه واحده تانيه؟ جرايه يا مره، هو انا لازم انخ وطاطي عشان اعجب؟ انا طول عمري الست نصره اللي محدش يقدر يدوس لي على طرف مهما كان هو مين. اه بس الكلام ده كان على الكل الا على حبايبي. خلاص يا حبيبتي خلصنا، لا بقى في حبايب ولا عزايز، لا صغير ولا كبير، كله لازم ياخد تمامه، وانت اولهم. انا اولهم؟ انا اولهم يا نصرة؟ احنا طول عمرنا مع بعض. ولا طول عمرنا يا اختي ولا ملت بختينا. الله، الكلام ده قبل ما تداني نفسك للمحروس وتروحي تشتغلي عنده والمطرة تمطر عليكي فلوس حرام. الله، لا إله إلا الله، ودخل بقى فلوس الحرام في اللي احنا بنقوله. وبعدين ما انت كنت عارفة وساكتة، ولا انت كنت حيشاها جوه قلبك لغاية اما حقك تنطريها؟ تحقي مين يا مارا؟ انا كل المنطقة دي ملهاش حق عندي، انا اللي حقهم وانت كمان. واذا ما كانش عاجبك كلامي بالسلامة، والقلب ده عيلي، وربنا يا اختي يباركلك في اللي جمايله مغرقاكي من ساسك لراسك. انت بتطرديني من بيتك يا نصرة؟ بتطرديني وانا اللي جاي على خلاص سنة. خلصنا. الله، كل واحد يا حبيبتي ينام على الجنب اللي يريح. بالسلام. ماشي يا ست نصرة، ماشي. خسرتك في الأسوأ يا نصرة. هو مش رمى البضاعة في السوق ولم تمنها؟ ما بيدفعش ليه؟ لسه ملعب مش كبير، وانا قايل عليه ومتابع وطالب اسبوع مش اكتر، وانا قلت له. انت ما تقولش انا اللي اقول. بقول لك ايه؟ البضاعة زي ما دخلت المخازن ترجع تاني، واللي اتصرف فيه يدفع ثمنه وقتي. يا عم انت اسمعني ما تعصبنيش، احنا مش هنقعد بقى نحسس ونطبطب، روح شوف بتعمل ايه. مفيش أي حاجة حصلت لكل العصبية دي. تأخير الفلوس بيحصل طول الوقت، وبعدين دول رجالتنا، يعني لازم نستحملهم ونشيلهم. دي رجالة هفة واخدة على الدلع ومرقعة وبس. طب ممكن تهدى شوية؟ عامر جاهز الشغل؟ قلت لك نهدى شوية. مش فاهم. هتتعصب عليا أنا كمان؟ اتس اوكي. قول لي إيه رأيك؟
تيجي نسافر يومين كده بريك، نفصل شويه عن المشكله اللي حصلت لك. افصل عن ايه؟ بعدين مفيش مشكله، الخناقه بين اخواته عدت، الدنيا بقى تركن جنبها ولا عايزين اقعد اعيط زي النسوان؟ انا ما قلتش كده، لكن شايفه ان الموضوع ده مأثر فيك، وشايفه انك محتاج تاخد وقتك. مفيش وقت نضيعه، بعدين كده كده الموضوع كان هيتعرف وهو حصل. عادي بقى. عادي انك تخسر اخواتك؟ اخواتي هم اللي دماغهم جابتهم على الخساره. بقولك يا موجه، اقفلي بقى الموضوع ده، خلينا نشوف الدنيا فيها ايه. انا مسافره، عندي مؤتمر في شرم طبعا ما حد. وانت حد كان سألك؟ ما كل واحد في البيت ده بيعمل اللي هو عايزه، كله على كيفه. احسن برضو. اوعي يا بنت تكوني فاكراني زي البقف اللي انت حرقة قلبه بخطوتك، اللي بتغمي عينه وبتعملي حاجة تانية. انا عارفة كل حاجة كويس وفاهمة كل حاجة كويس. وفاهمة ايه بقى ان شاء الله؟ فاهمة انك رايحة ومش راجعة تاني. وانا هعمل كده ليه يعني؟ يا بنت داري كدب جوه صدرك، لو ناوية تمشي الباب عندك اهو، خلاص ظرفه بقت مهوية، بدل ما يخرجك هيخرج عشرة زيك. ايه اللي انتي بتقوليه يا نصرة ده؟ يعني ايه تمشي؟ مش كفاية سيد؟ البيت كده هيفضى. بيت ايه؟ هو انتوا عاملين حساب للي في البيت ولا اللي بره البيت؟ انتوا ناشرين غسلكوا الطافح قدام الناس، مستنيه ايه؟ ما تيلا امشي وما تورينيش وشك تاني، غوري بقى. خلاص يما، البت جابت نهايتها وبعتت لي الدبل مع سلطان، ما استعنتش حتى تستناني لحد ما اخرج وتبص لي في عيني وتقول لي خلصت يا صلاح. معلش يا حبيبي، بس انا بقى عايزك تفتكر كلمتي اللي قلتها لك زمان. قلت لك ايه بنت قدرها ما تنفعكش يا حبيبي، وانت بقى سدت ودنك عني. ليه يما ما تنفعنيش؟ وانا قال لي من غيري في ايه عشان ما تنفعنيش؟ يا حبيبي انت شايفه نفسها والدنيا مطبطبه عليها على الاخر، وانت يعني يوم في العالي ويوم كده. يعني حرام احلم، حرام احلم ياما. ياما انا كنت هستتها وهبسطها، كنت هرضيها واشرفها، كنت هعرف اخليها تحبني، والله العظيم كنت هتغير عشانها ياما. يا حبيبي طب ما اتغيرتش ليه من ساعه ما قريت فتحتها؟ وبعدين يا حبيبي اللي بيتغير يتغير لروحه. اسمعها مني يا حبيبي بدل ما غيري يسمعها لك ويزعلك اكتر من كده. زعل يا ام صلاح؟ ايوه حبيبي، وهي دي الحقيقه. مشيك في الكار قال لي قيمتك، كنت عايزه يعني تعمل ايه؟ ها؟ تبي يشاوروا عليها ويقولوا لها خطيبي دي الحبساجي. انا برضو حبساجي يا ام صلاح. البنت ما غلطتش، بعتت لك امانتك مع ابوك وقالت له خلصنا بقى. انا عايز اعرف انت بتحقي لها قوي كده ليه يا ام؟ الحق يا حبيبي حبيب ربنا، وانت غلطت في نفسك وفيا. بس انا برضو مش وحش قوي كده يا ام، وكنت هتغير وكنت هظبط حالي. هي اللي ما صبرتش عليا، ما طلعتش أصيلة. أنا اللي حاسس قوي في نفسيتي إن من أول وقعة، أول وقعة سابتني ومشيت. يا صلاح يا ابني، كفاياك بقى يا حبيبي، كفاياك مشيك ورا شيطانك يا ضنايا. أبويا لما فاتنا حطيت الدنيا قصاد عينيا وبيت جدالة في ظهري عشان أحميه. طول الوقت كنت مطمن وعارف إن الضربة عمرها ما هتيجي منه، بس طلعت غلطان. الضربة جت من أقرب الناس ليه؟ نصرة وأخواتي يا ميسة، عيال اللي ربيتهم على إيديا كسروا ظهري. معاش ولا كان اللي يكسر لك ظهري يا سيد. أنت بس يا أخويا ما تكبرش الحكاية، كل غضبة وعلى قد ليلتها. لا يا ميسة، الموضوع مش موضوع غضبة وعدت، ده كل واحد فيهم كان دابب عينه في عيني، أكنه كان شايل ومعبي من زمان وساكت. بركة بركة إن هما كلهم طفحوا مرة واحدة وكل حي جاب اللي في بطنه. انت بس روق واكتبها على الله. لا يا ميسا، ما انا ياما زعلت منك وانت شلت مني. يا لهوي يا سيد،
ده انت دخلتك عليا بالدنيا كلها. انت عارفه ميسا، زمان لما كنت اتخانق مع حد فيهم كنت اعمل نفسي زعلان واسيبه وامشي واوصي اخواتي التانيين عليه. بعد اللي حصل ده مش عارف اوصي مين على مين. سيبها انت بس على الله واطمن، واخوات بوخارست مالهمش غير بوخارست والحضن هيلم. عايزك تخلي بالك منهم، حط عينك عليهم ولو حصل حاجه بلغيني. دول في عينيا يا سيد. عارفه ميسا، عشان كده يوم ما وقعت جيت لك انت على طول ما لقيتش غيرك. ازاي قدر تعيش مع كل ده احمد؟ هما اخواتك، لكن هما كمان سبب في مشاكلك. يا تعبك في خيام. ايوه بس انا ما اخترتهمش. زي كل حاجه اتفرضت عليا. المكان والناس والدراسة حتى الأحلام، كل دي حاجات ما كانش ليا رأي فيها. ده ممكن يكون اختبار ليك أحمد، وبعدين أنت ممكن تغير في ألم كله. حد زي أنا؟ بس أنا ما عملتش حاجة عشان تقولي لي الكلام ده. وبعدين هو أنا قادر أعمل حاجة لنفسي لما أغير اللي حواليا؟ ربنا كبير أحمد. بس أنا مش عارف أعمل ده إزاي يعني. اصبر أحمد. من ساعة ما نصر ادتهالي في وشي وانا بكدب روحي، قلت صلاح ممكن يعمل اي حاجة الا دي، بس ما كانش في غيرك قدامي. انت الوحيد اللي كنت عارف يا صلاح. قبل ما تهون عليا هنت انا عليك، ورميتني بطول دراعك وقلت يلا نفسي. ما تجيش بقى تشتكي. انت عمرك ما عملت حساب لجدعانة ولا صحابية، ولا عمرك عرفت تبخ في وش الدنيا من غير ما يكون ليك ظهر. المرات تدور على فودة مش كده؟ ولما انا بقى بالوساخة دي جاي بتعاتبني ليه وعشمان في ايه؟ جاي اقول لك خلي بالك، بحط عينك في وسط راسك عشان لا فودة ولا لا تخن منه يعرفوا هيحملك مين.